السلام عليكم، معكم كابتن رامي. اليوم بدي اورجيكم عمليا كيف احنا نشتغل التاجر نشتغل مع شركتنا العالميه. اسم شركتنا ايدمارك العالميه المالزيه، عباره عن مجموعه شركات في مجال الاستثمار العقاري، مجال التسويق في المنتجات الطبيعيه، مجال كمان اللي هي ادوات المنزليه والسيراميكس وادوات التجارات الثانيه. أنا كمسوق مستقل بشتغل لحسابي مع شركة إدمارك كموزع مستقل، باجي على مكتب شركة إدمارك كون بتاجر فقط في المشروبات أو المنتجات الطبيعية، فأنا اليوم بدي أشتري منتجاتنا وأوريكم عملية كيف أنا بشتري. أنا باخذ منتجات بسعر الجملة، يس مدام شيري؟ يس أي ون يس أي ون تو بيس أوف كوكولا جيم فور شوكليت. هاي منتجاتنا مثلا، هاي مثلا مشروب الهوت شوكليت تبعنا كوكولا جيم مفيد جدا للبشرة. وبعده طعمه طيب. بشتري انا تمام، بدفع ثمنه كاش، ندفع كاش نقدا، وهي الفاتوره تاعتنا فاتوره الشراء باسمي، باخذ عليها كمان نقاط، باخذ الاكسشينج تبعي ثانك يو. بشوف زبون، مين الزبون؟ عندي هون عندي زبونتي انا هون، هاي زبونه مش عضو معي في الشركه، مجرد زبونتي، فانا بشتري منتجها بسعر الجمله بالكاونتر وببيعها لزبونتي تمام بسعر التجزئه. فاشتريت المنتجات فرضا ب 100 درهم وبعتها ب 120 درهم فبكسب 20 درهم، راس مال كان 100 درهم، بعت لها الريتيل اصبح اخذت 120 درهم، اصبحت بروفيت تبعي 20 درهم تمام. اشتريت وبعت، عملت اشتريت هول سيل بعت ريتيل تجزئه، فهذا هو مكسبنا. فاحنا نشتري كاش، ندفع كاش للكاونتر، اي منتجات بدنا اياها بالكاونتر ندفع ثمنها كاش. بعدين ندور على زبون، طبعا كاستخدام شخصي مش منتجات استخدام شخصي، ندور على الزبائن كمان يستخدموا المنتجات بتاعتنا ونكسب اللي هي فرق السعر تمام. طيب انا بدي اكسب اكثر، شو مطلوب مني اعمل؟ زي اي بزنس في الدنيا، كل ما بعت اكثر بكسب اكثر، كل ما سوق منتجات اكثر ببيع اكثر. شركه ادمارك ما بتحط منتجاتها في الصيدليات او في السوبر ماركتات او في المحلات التجاريه العاديه، احنا بنسوق، احنا نقوم بالتسويق والدعايه والاعلان نيابه عن شركه ادمارك، وبالتالي احنا بناخذ المكاسب تمام والارباح. طيب انا بدي اكسب اكثر، شو مطلوب من اعمل؟ بعمل كالاتي، انه بدور على ناس عفوا يعملوا زي ما انا بعمل. شو بعمل؟ كيف حالك؟ شو اخبارك؟ هل انت مهتم بمنتجات شركه ادمارك؟ طبعا. تحب تسوق مثلي وتكون معي زميلي وشريكي في التجاره؟ شو احنا بنسوي؟ احنا بنشتري منتجات اللي هو مستخدم استخدام شخصي، كمان بنسوق للزبائن الاخرين زي سيد محمود. هي سيد محمود مثلا اسمه، تحب تكون زبونه وتسوق منتجات شركه ادمارك تمام؟ فبالتالي هيك انا اصبح عندي شريك عمل. شو بعمل؟ انا وياه نشتري من نفس شركه ادمارك ونبيع لزبائن مختلفين، انا عندي زبايني وهو عنده زباينه، فبالتالي مكسب مشترك. والفائدة مشتركة للجميع، هيك أنا عملت أنا مكسب، استخدمت منتجات صحية لإلي، استخدمت هو تمام، واستفدت أنا، وكمان أفادت غيري، فتحت باب رزق لإلي، فتحت باب رزق لغيري. وكان عم نشر مجموعة من الزبائن، هذا هو تسويق أو نظام شركة إدمارك العالمية. نفس الكلام هذا بتطبق اكثر من دوله، بحيث اني بدي اكسب اكثر، فكل ما جبت شركاء اعمل اكثر كل ما استفدنا اكثر، لان الشركه بتكافئني لمجهودي في تدريب زميلي وصديقي في البزنس. كل ما دربته اكثر وصار هو قائد وصار عنده زباين اكثر، كل ما زادت ارباحه، كل ما زادت ارباح الشركه، كل شركه بتعطينا مشاركه في الارباح، جزء من الارباح هذه بتروح لا إلا احنا كمسوقين شركات تسويقيين مع شركه الماركت العالميه. فالفرصه هاي متاحه للجميع، مش بس لكابتن رامي، للجميع، لكابتن محمد، لمحمود، لكل الاخوان هون. فكان معكم كابتن رامي، تواصلوا معي على 00971 55 526 4879 عن طريق الفيديو هذا وعن طريق زملائي، الارقام راح تكون موجوده في الفيديو هذا. شكرا لكم. Outstanding.